صباح الخير أو مساء الخير على حبايبي الغاليين، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة أنا عايزة أقول لكم إن أنا فخورة بيكم جدا. يعني أنا بعمل حصص بلغات تانية، بس اكتشفت إن الوطن العربي هو اللي مهتم اكتر انه يتعلم، فانا بجد 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 مبسوطه قوي وفخوره بيكو جدا انكم عايزين تتعلموا حاجه جديده وحاجه مهمه جدا. الموسيقى دي حاجه مهمه قوي للقلب وللروح وللمخ ولكل حاجه. اوكي، انا بس حبيت اقول لكم قبل ما نبتدي قد ايه انا فرحانه بيكم انكم قد كده شطار وبتتفرجوا على الفيديوهات ومهتمين انكم تتعلموا تبقوا احسن من العالم كله. ده عشان كده انا بعلم باللغه العربيه للوطن العربي اللي هو حبيبي وانا منه. ف حقيقي انا متشكره قوي انكم شطار قوي كده. يلا، انا قلت لكم المره اللي فاتت على حكايه الاشتراك ان هو ببلاش، مفيش تدفعوا اي حاجه، خلوا بالكم الحته دي. فلو في كلمه اشتراك لو دوستوا عليها مش هتدفعوا حاجه، ما تقلقوش، بس هيوصل لكم الحصص الجديده. الحاجة التانية، أنا مش عارفة بيكون مكتوب بالعربي ولا مكتوب كلمة سبسكرايب، فهي كلمة سبسكرايب هي نفسها إنك بتشترك في القناة، وده ببلاش. لو دوست عليها هتوصل لك كل الحصص الجديدة. أوكي، أنا وعدتكم المرة اللي فاتت إن إحنا هنتعلم أغنية. أيوة، هي أغنية بس إيه؟ ما هيش أغنية عربي ولا هي أساسا كانت أغنية، هي الموسيقار العالمي بيتهوفن ألفها، ودي كانت آخر مؤلفاته. هو الناس غيرتها أو غيرت في الكلام، في حد حب يحط لها كلمات باللغة الألمانية، بعد كده اتعملت باللغة الإنجليزية. وعلى فكرة أنا عملت برضو باللغة العربية كلمات عليها، وإن شاء الله هعلمها لكم. أوكي، بس دلوقتي إحنا عايزين نتعلم نعزفها. أوكي، فإحنا هنعزفها شوية شوية، ما تقلقوش. إحنا هناخد بس اللي هي الحتة اللي هم حتى في الاتحاد الأوروبي أخدوها برضو وقالوا عليها دي النشيد القومي للاتحاد الأوروبي. شفتوا بقى، احنا الوطن العربي برضو ممكن ناخدها ونقول عليها النشيد القومي بتاعنا، صح؟ بتاع الوطن العربي كله، لان كل بلد فينا طبعا عندها النشيد القومي او النشيد الوطني بتاعها. فاحنا ممكن نعمل كده، احنا كمان كويسين قوي وبنحب بعض قوي. النشيد ده هما بيقولوا عليه نشيد الفرح، احنا هنسميه نشيد السلام. اوكي، احنا احرار، ما كل واحد بيقول اللي هو حاسس بيه. يلا بينا نبتدي اوريكو الحاجة الجميلة دي اللي هنتعلمها النهاردة، اللي هي نشيد السلام. احنا هنسميه نشيد السلام، تمام؟ يلا، اول حاجة احنا فاكرين طبعا ان احنا صوابعنا عندها نمبرز، صح؟ احنا عندنا كل ايد عندها ارقام، وكل صابع عنده رقم شبه التاني بيكون عنده نفس الرقم. اوكي، طيب اهم حاجة دلوقتي هنعرف احنا تعلمنا ازاي بنعمل سلم دول كبير، صح؟ طيب سلم دول كبير
بنعزفه واحد اتنين تلاتة وبلف من تحت واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، علشان أنا عندي 8 نغمات صح؟ وعندي 5 صوابع بس. الأغنية دي أو المقطوعة دي هنعزفها ب5 صوابع بس، فمش محتاجين نلف ولا حاجة. تعالوا بقى إيه أكتبها لكم هنا كده بطريقة بسيطة. أول حاجة إحنا فاكرين حكاية 4-4 يعني إيه؟ يعني 4 من النوار في كل منظورة. أنا هنا الأغنية دي أو المقطوعة دي هتقولي مي مي فا صال، مي مي فا صال. المي هعزفها بنمرة 3، والمي برضو اللي بعدها بنمرة 3، بعد كده الفا بنمرة 4، الصال بنمرة 5. يبقى أنا مش محتاجة ألف ولا حاجة المرة دي، خلاص؟ بعد كده هقول صال فا مي راي، هروح بالصال فا سوري فايف 5، وبعدين الفا باربعة والمي بتلاتة والري باتنين. معلش انا احيانا بتلخبط في الكلام علشان بتكلم لغات كتيره مختلفه. اوكي ادي المي اوبس، وادي الري. اوكي اوبس دي مش ري، مش مكتوبه كويس. هير ذن انا عندي مي مي فا صال صال فا مي راي. اوكي then دو، يا ترى هتبقى بنمره كام؟ نمره 1. دو دو راي بكام؟ باتنين. وانا عندي 5 صوابع وخمس نغمات، يبقى كل نغمة عندها السبع اللي جنبها. اوكي مي اوكي و بتلاتة ومي تانية وري. اوكي مي بتلاتة وري باتنين وري تانية، بس ايه؟ بلانش بلانش، يبقى هستنى فيها صح؟ ري ري تو. اوكي بيرفكت. تيجوا نتعلم الحتة دي ولا أكمل الأغنية كلها وبعدين؟ أصل اللي جاي سهل لأن هيبقى نفس الحكاية هنا بالظبط. أوكي هوريكوا إزاي. أدي المفتاح صال، شكله مش حلو قوي المرة دي معلش. برضو هقول مي مي فا صال، ادي مي مي فا صال برضو بتلاتة تلاتة اربعة خمسة، وبعدين صال فا مي راي. هير اهو كله نفس الحكاية زي اللي فوق بالظبط. 5 4 3 2 تمام. هير هنا هنقول نفس الحكاية. احنا قلنا هنا
زي اللي فوق، مي مي فا صول صول فا مي ري. اوكي، دو دو بنمرة واحد ونمرة واحد. ري مي نمرة اتنين ونمرة تلاتة. اوكي، دو دو ري مي ري. هنا هقول ري بدل ما هقول مي، هقول ري. دو ودو بلانش، يبقى ري باتنين ودو بواحد ودو بواحد. تمام. طيب انا هعزف الكلام ده ازاي؟ تعالوا الاول نقولها مع بعض. مي مي فا صول صول فا مي ري دو دو ري مي مي ري ري. وبعدين مي مي فا صول صول فا مي ري دو دو ري مي ري دو دو. Wonderful. Very good. برافو برافو برافو. تعالوا نبص هعزفها ازاي. تعالوا نشوف البيانو بتاعنا الصغنن ده. اوكي، يلا. المي فين المي يا ترى؟ انا هبص هلاقي الاتنين سود. اوكي، عندنا اتنين سود وتلاتة سود. انا في الاتنين السود اللي على شمالهم هي الدو، الدو الوسطى. اوكي، اللي هي بتبقى عندها خط صغير كده في وسطها. فانا هبتدي بالمي. طيب هعرف فين المي يا ترى؟ هعد بقى من الدو ري مي، وبعدين هروح بسبع نمرة تلاتة زي ما هو كاتب لي كده. تمام، يبقى مي مي فا صول صول فا مي ري دو دو ري مي مي ري ري. تمام، هكمل. مي مي فا صول صول فا مي ري دو دو ري مي ري دو دو. This time. اوكي، المرة دي شفتوا الفرق الوحيد؟ انا هنا ده زي ده وده زي ده وده زي ده. الحاجة الوحيدة المختلفة هي المزورة الاخيرة. اوكي، يبقى انا المزورة الاخيرة هي المختلفة بس. يبقى انا كده ايه، لو اتعلمت السطر الاولاني هيبقى سهل عليا قوي اعزف السطر التاني، وكل الاختلاف هيبقى في المزورة الاخيرة. تعالوا نقولها تاني مع بعض، وبعدين انا هعزفها لكم على البيانو. اوكي، يلا. مي مي فا صول صول فا مي ري دو دو ري مي مي ري ري. وبعدين مي مي فا صول صول فا مي ري دو دو ري مي ري دو دو. برافو 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 برافو. انا متاكده ان كلكم عرفتوها. يلا هعزفها لكم على البيانو بالراحه خالص. اوكي، تشيك.
two. برافو برافو برافو. مرة تانية وهقول لكم بالمي والدو والري وكل حاجة. مي مي فا صو صو فا مي ري دو دو ري مي مي ري ري مي مي فا صو صو فا مي ري دو دو ري مي ري دو دو. Very good. I'm so happy. مبسوطة كتير، مبسوطة قوي ان انتوا مهتمين وعايزين تتعلموا. اوكي، انا بجد 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 فخورة بيكو. يلا بينا نعزف ده المرة دي، والمرة الجاية هكمل لكو الباقي. اوكي، فاضل كمان 8 موازير وهنبقى اتعلمنا اهم حاجة احنا ممكن نسميها، عشان احنا الوطن العربي محتاجين ده، نشيد السلام. ايه رأيكم في الاسم ده؟ هم مسمينها حاجات تانية بس احنا هنسميها نشيد السلام عشان احنا محتاجين السلام، محتاجين السلام في العالم كله بالذات في الوطن العربي، صح؟ يلا بينا نقول باي باي دلوقتي، وهشوفكم في خير وسلام. بحبكم قوي قوي قوي، وهشوفكم الحصة الجاية نكمل نشيد السلام. اوكي، اللي هو هيبقى النشيد القومي للوطن العربي. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ يلا بينا، بحبكم قوي وهشوفكم على خير قريب ان شاء الله. لو عايزيني اعمل كلاسز كل يوم، حصص كل يوم، اكتبوا لي على الكومنت. اوكي، وياريت نعمل سبسكرايب او اشتراك. اوكي حبايبي، بحبكم كتير. باي باي، سلام.